بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهي العامة للأرصاد الجوية أعلنت إن النهاردة الطقس هيكون حار رطب بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. هيكون كمان شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل هيكون مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء. كمان هتنشط الرياح على بعض المناطق، وده هيقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على تليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. حابين نطمن من حضرتك عن أحوال الطقس خلال النهاردة والكام يوم الجايين، وكمان هيكون في أي ظواهر جوية هتم رصدها من جانبكم، يعني ممكن تحصل خلال اليومين الجايين؟ بالفعل، يمكن احنا اليوم هيكون في انخفاض طفيف جدا في درجات الحراره بحوالي درجه عن الامس، لان اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 35 درجه مئويه، فانخفاض درجه عن الامس. لكن طبعا احنا بنتاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي معاه كتل هوائيه معظمها قادمه من على البحر المتوسط، فبتبقى محمله بكميات كبيره من بخار الميه، يعني ارتفاع كبير في نسب الرطوبه، وده اللي هيجعل درجه الحراره المحسوسه اللي هنحسها توصل ل 37 و38 درجه مئوية. لكن احنا بنتحول من الاجواء الشديده الحراره الرطبه بالامس الى اليوم اجواء حاره رطبه على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، ايضا سواحلنا الشماليه. هتظل الاجواء شديده الحراره على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، خاصه كمان ان احنا مع فترات المساء ودخول ساعات الليل هيكون في نشاط للرياح سرعته ما بين ال 30 الى ال 40 كيلو متر على الساعه. ده هيساعد على عدم بنسب الرطوبة، وهيخلينا نحس بالأجواء المعتدلة تماما فترات المساء، ويساعد طبعا على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. الأجواء خلال فترات الليل هتكون أجواء معتدلة تماما على كافة أنحاء الجمهورية، نشاط الرياح هيخلينا نحس بنسب رطوبة أقل كمان خلال فترات الليل. بالإضافة كمان نشاط الرياح ده هيؤدي لارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط، وخاصة في المناطق الموجودة عند مطروح والعالمين والإسكندرية، وده هيؤدي طبعا لخطورة على السادة المصيفين، فإحنا حذر السادة المصيفين من ارتفاع الامواج على سواحل البحر المتوسط اللي هيوصل ل 2 متر، وكل ما تعمقت داخل البحر المتوسط كل ما ارتفاع الامواج كان اعلى من ال 2 متر. بالاضافه كمان ان احنا ما زالت الشبوره المائيه لسه، كنت هسال حضرتك عن الشبوره لانها فعلا من ساعات قبل الفجر كانت بتبقى قويه جدا على الطرق السريعه والزراعيه. بالظبط، هي الظاهره المؤثره خلال الايام القادمه، يمكن كمان كانت ظاهره اليوم تكون شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى، سواحلنا الشماليه، مدن القناه، محافظات الوجه البحري، وبتؤدي بالفعل لانخفاض في الرؤيه الافقيه على اغلب الطرق دايما مع تكونها في الساعات المتاخره من الليل، يعني تقريبا الساعه 3 4 الفجر، وبتستمر حتى سطوع اشعه الشمس يعني تقريبا على الساعه 6 صباحا. وان شاء الله متوسط درجات الحراره خلال هذا الاسبوع هيتراوح على القاهره الكبرى ما بين ال 35 وال 36 درجه مئويه باذن الله. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو مركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لك. دلوقتي تعالوا نتعرف على درجات الحراره بالتفصيل، والنهارده هنبدا طبعا من القاهره العظمى 35، الصغرى 24، اسكندريه 32 24، مطروح 32 23، سيوه 37 23، بورسعيد 33 25، دمياط 32 25، الاسماعيليه 36 23، السويس 36 23، العريش 33 24، طابا 36 27، كاترين 34 19، شرم الشيخ 40 29، الغردقه 40 28، الفيوم 38 24، بني سويف 38 24، المنيا 38 24، أسيوط 39 24، سوهاج 39 25، قنا 40 25، الأقصر 41 26، أسوان 42 27، الوادي الجديد 41 22، شلاتين 41 26، وأخيرا حلايب 36 26. حاولنا نطمن حضراتكم النهارده عن حالة الجو، أعتقد إن في ارتفاع في نسبة الرطوبة، لكن إن شاء الله بالليل هيكون الجو معتدل الحرارة. هرجع مرة تانية لأحمد وجمان عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا، والشكر موصول طبعا لدكتورة منار. شكرا.